المجتمع ديال البنت ما بقاتش عندها واحد الحق تخرج، كتولي تخرج من الزنقه وهي متخوفه يعني ما عندها واحد، ما عندهاش يعني خارجه وما قادراش تخرج. يعني المجتمع ديالنا في هاد الايام هذا ولا الاقتصاد واحد الحاجه ولا عنف بين المجتمع. اي بنت دابا كتسقسيها كتقول لها تينا خارجه، كتمنى لك انا خارجه، اللي ما قدرتش نخرج بسبب ديال المجتمع ديالنا اللي هو فاسد. التربيه الوالدين هي الاولى، يعني الاولاد ما تربوش في واحد الاسره اللي هي مربيه وفيها الاداب وفيها الصواب، كيف ما علموهمش كيفاش، حيت ما عاد كبر في حياتك ما عاد كبر عاد تبرا هذيك المشكله. تقليد الغرب هذه يعني الفكره ديالي، الشباب ديالنا والمجتمع ديالنا كيقلد الغرب بواحد الطريقه غير ايجابيه، وكنحمل المسؤوليه للمسؤولين. المسائل اللي هي مزيانه ما كنقلدوهمش، كنقلدوهم في الحاجات اللي هما خايبين. والمسؤوليه كنحملها المسؤولين ماشي غير البوليس، كنحمل الناس ديال التعليم، والناس ديال التعليم اولا يعني هما اللي كيتحملوا المسؤوليه الاساسيه في هذه النقطه. هذه الاسباب اللي كتخلي الامور هذا هو شويه ديال عدم الوعي، الثقافه، وهذا الشيء يعني الاكثريه هاد يعني بحال الظاهره هذه اللي كنشوفوها بزاف، الشيء الاكثريه ديالو كينتج من الاحياء الشعبيه، يعني اللي حاضر من الاحياء الشعبيه وكيكون فيها شويه الفقر، فهمتي؟ الفقر مع الجهل هو اللي كينتج لنا الامور هذه، فهمتي؟ يعني اذا جيتي تشوف تصيب دوك المهم ديك الفيديو هذا تصيبهم يعني، فهمتي؟ ما واش نقول لك، يعني هما قاريش ما مربيين شي، فهمتي؟ والامن ساعدهم حتى الامن، يعني المسؤوليه كامله للامن. هذو كنخصهم يعني ما تكملش 24 ساعه كنخصهم يكونوا معتقلين. اول حاجه الوالدين التربيه ما تيربيوهمش مزيان، وثاني حاجه الجهل اول حاجه. وبصراحه الدائره بزاف تسمعوا عليا، انتشرت بزاف الدراري الصغار تمشيو للحيوانات وهذه مهم، هادشي بزاف هادشي كامل تيرجع للتربيه الوالدين وداكشي. وتنتمنى العائلات تربي ولادها شويه باش ما يبقاش هاد الظاهره هكا منتشره بزاف. وهادشي صراحه تقال ازمه ديال التربيه، ازمه التربيه وفقد ديال العلم، فقد ديال العلم ولي كيقد عندنا هادشي هذا، والجهل وماشي العقول الراقيه. الناس اللي عندهم العقول الراقيه ما كيوصلوش لهاد الدرجه. دابا هادو خصهم السجن المؤبد، او لا واحد ديروا الدين المستشفى الامراض العقليه وعمل له واحد الاير ليبرال، الابره ديال التسمم، يمشي للقبر سيدي قبره، ما يعاديش المجتمع. وانا ولد القانون. كيتلقاي بزاف ديال البنات اللي ما بقاوش يحجموا، يعني كيخرجوا بشي لباس غير محتشم. ايوا ضروري الدري ما يتحرش، وكيعيا الدري يعيا ما يشوف يعيا. طريقه اللباس الفاتات يعني خالفه طريقه اللباس ديال الفاتات هي اللي كتخلي الدري انه يلتجئ للفاتات. ودابا كتلقاي يعني بزاف ديال لي جون ديالنا حنا كيتعاطوا المخدرات والتخدير وبزاف الاسباب ديال هذا الشيء. كتلقى الفقر، كتلقى بزاف ديال الحوايج، مما كيأدي البنت كتكون لابسه شي لباس غير محتشم، فهمتي؟ الدري كيكون مقلقب ولا ما فهمتيني؟ الظاهره الخوف من البصر. كاين دابا بحال دابا شي بنادم تيشوف بنادم ما تيقدرش يهضر، بحال دابا البارح راه كاين اصدقاء ديالي كريسا وهم حدا امام الملا وما قدرش يهضر.